خدناها في اول درس اللي هو تركيب جسم الكائن الحي. جسم الكائن الحي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعه من الاجهزه، بيتكون مجموعه من ايه؟ الاجهزه، والاجهزه بتتكون من اعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه، والانسجه بتتكون من ايه؟ خلايا. اصغر حاجه عندي اليمين هي الخليه، يبقى الاساس عندي اليمين في الرقعه هو مين؟ الخليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخليه بتاعتنا دي زي ايه؟ زي الاساس، زي البيت بتاعي، زي الطوبه. هو الطوبه دي ينفع ابني بيت من غير ما يبقى لها اساس؟ لا طبعا. يبقى جسمنا
طيب وبتجيلي بقى